ملابسه بعدها مكانها. لما المريض بيطلع من المصحة بنكون حريصين على فصله عن المكان، ملابسه، أدواته، حتى فرشاية أسنانه، لأنه ممكن تكون جزء من الإعاقة في تأهيله. لو الدكتور سعيد موجود كان خليته يشرح لكم مراحل تأهيل المرضى. مين الدكتور سعيد؟ المشرف على حالة مؤيد، بس للأسف في إجازة. أظن الدكتور صاحب واحد ينخطف من هون، صح؟ يهرب. سيف، ما تحسسهم بالمال، طلع عليهم بشكل مباشر. دكتور غالب، مين له مصلحة يخطف مريض من هون؟ مؤيد ما زال على الجزيرة. ما زال على الجزيرة وانتو دورتوا عليه وما لقيتوه؟ وبعدنا بندور. دكتور غالب، عشان ما اضيعش وقتك، انا لازم اقابل كل افراد الطاقم الطبي من مرضى واطباء وكل المريضين اللي عندك، اقابلهم واحاورهم عشان اعرف عمل التقرير بدي اياه. انا اسف، مش راح اقدر البي لكم طلبكم لانه ملفات المرضى سريه. سريه؟ وانا اسف دكتور، عشان انا معي تصريح. معك تصريح بالهروب فقط. أنا راح أحكي مع الضابط المسؤول خلي يساعدكم. عن إذنكم، أنا عندي شغل. هذا الدكتور ما راح يفيدنا ولا راح يعطينا أي معلومة. تميم أكيد راح يكون بوحدة من هالغرف. تعالي معي. كل قطعة مختلفة عن الثانية هون. شبه الناس اللي فيها. مظبوط. كل المعلومات بملف الإدخال تاع تميم. يعني لو قدرنا ندخل الأرشيف وأخذت الملف راح أعرف وين تميم. هي اسمها سرقة؟ بدك يانا نسرق؟ فيها مسؤولية كتير كبيرة. سميها اللي تسميها، أنا جيت لهون عشان ألاقي تميم، حتى لو اضطريت أدخل المستشفى على أساس أني مجنون. رح ألاقي، يعني رح ألاقي. لا تقربوا أكثر من هيك، الصخور كثير قوية هون. انتوا شو قاعدين بتسووا هون؟ في مريض هارب بس رح يرجع. جهزوا لي حالكم، نص ساعة ورح نتحرك من هون. رح نروح للمرسى عشان المركب قرب يوصل. حاضر. الجو على الجزيرة كثير صعب.
بيتغيروا بأي لحظة. ما فهمت. يعني المركب اللي المفروض يوصل ما تحرك من الميناء. حبيبي احكي على جريد هم المسؤولين عنه وكيل عاملين حسابي. يا أستاذ الاتصالات انقطعت. تفضلوا على غرفكم جهزوا لكم إياها. والدكتور غالب عازمكم كمان. معقول هذا الوضع؟ أخذوا منا كل شيء حتى الموبايلات، يعني حتى تليفوناتنا واتصال صغير مش قادرين نعمل. شو هاد كمان؟ حاسة حالي بمستشفى أشباح مش مستشفى أمراض نفسية. شو مستشفى أشباح؟ كل اللي بصير عاد لمصلحتنا وراح يعطينا شوية وقت. اسمعي الدكتور غالب عزمنا، تعالي نجرب موقع خدمة منه معلومة. أنا كل شيء بيهمني هلأ كيف أمشي من هون وبقى. اهلا بالصحافه، تفضلوا. مرحبا. اهلا. مرحبا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. حضرتك مقيمه هون؟ كلنا مقيمين هون. عائله واحده. تفضلوا. ضليتوا معنا. بزعجك صوت المطر؟ شوي. قليل من الناس اللي بزعجها صوت المطر، لأن المطر له علاقة بالذكريات. ليش أخذتوا كاميراتنا منك؟ كيف بدنا نكتب؟ أنت مش بدك تكتب عن حالة هرب؟ حالة الهرب مستحيلة من هون دكتور، إلا إذا كانت بعملية مدبرة أو بالاتفاق مع فرد من أفراد المصحة. اللي بتحكوا عنه مستحيل. مستحيل شو دكتور؟ شو هو المستحيل؟ أنا بدك إياه، أنا نكتب اللي بدك إياه أنت. شو رأيك تنقلنا شو نكتب ونخلص؟ نكتب عن 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 جهود إدارة المصحة، ولا نكتب الكذب ونقول إنكم لقيتوا المريض مؤيد ونخلص؟ أنا مش هيك دكتور. أنا الصحفي سيف وكلمتي معروفة، أنا رح أكتب عن الحقيقة. كل شيء هون سر ومخبى، كأنه في عندكم إشي ما بدكم حدا يعرف. بكرة رح أوصل المركب ورح أروح ورح أكتب المقال اللي أنا بدي إياه، والمشيت رح يعجبك دكتور، رح يعجبك. رح أحكي عن عدم تعاونكم وإخفاء الحقيقة. شكرا. شو رأيك؟ خليهم يعملوا اللي بدهم إياه، ما هم هيك هيك تحت عيوننا. سيف، ليش هيك مشكلت مع الدكتور غالب؟ انفعالك الزايد رح يخليهم يشكوا فينا. نحن تصريحنا بخصوص مريض محدد، مش حتى ندور على تميم. إذا كشفونا رح يبلغوا الجريدة، رح نخسر مصداقيتنا ويمكن رخصنا كصحفيين. تخسر قصتنا؟ ممكن تفكر شوي. انسي إني أنا معاكي، انسي إني بدور على تميم. أنت حاسس الوضع هون صح؟ الموضوع أكبر
اكبر من انه واحد هرب او واحد انخطف او واحد ما بعرف. في جريمه هون، في جريمه وناس عم تخط عليها. شو بدك نعمل؟ فكري ارجعي، فكري كصحفيه. لو لا حي ليش هون؟ ما رح يتركوك بحالك. بدور على الحقيقة جد. الحقيقة أنا وأنت عارفينها منيح. أنت مش عارف. مش عارف على شو بتدور. ولا عارف المكان اللي قاعد بتدور فيه، وهذا الأهم. ليش بتحكي هيك؟ إحنا وين؟ أنت! أنت اللي وين؟ أنا عارف أنا وين يا سيف.
تعرف انا وين؟ تعبت تعبت يا جد، وانا بدور على الحقيقة تعبت. احنا هلا ابتدينا يا سيد. الماضي ما بنيناه، والحاضر عنا علاقة فيه. كل هاي المتاهات ما راح تعطيك شو راح يصير بالمستقبل. تفرج تفرج على الحقيقة سيف. كفي هبل. كيف جبتيها؟ شكل تهديدنا جاب نتيجة، وكمان الدكتور غالب سمح لنا نعمل مقابلات مع المرضى. يلا امشي، لكن اقدر اعرف شيء. بدها تجي تزورني اليوم، بس ما بقدر اعرفك عليها. بتغار علي، بتغار علي من اي حدا من الناس. هي ما بتحب اللون الأسود. أنا صراحة كل النسوان بتغار علي، حتى رجال بغاروا مني. حتى أنت جوا الغيرة أكلتك أكل، لأنه ما حدا بزورك ولا حدا بيسأل عنك، لا اللي بيحبك ولا اللي ما بيحبك. على فكرة أنت ليش هيك موسقة وهيك كلهم طينة؟ ليش؟ يا عيب زي الصغار. شغلان الكاميرا مو؟ أنا متعودة أصلاً على الكاميرات والإضاءة. ولد واو هيك الصحفيين طول الوقت لحقيني لحقيني بالكاميرات والإضاءة، والإضاءة كتير كانت. صوروني. سيف أنت بتعرف تمثل؟ بتخاف من الطيران أنت؟ مزبوط كلامي؟ ما بتعرف.
المرضى النفسيين عادة بيكونوا متقلقين، وصعب كتير إننا نقدر نتنبأ بانفعالاتهم. مثلاً جولييت حدا كتير هادي، هيك بطبيعتها، وانفعالها اليوم كان كتير غريب، فممكن بدون قصد إنكم تكونوا عملتوا إشي ضيقة، أو ممكن تكون ذكرتها بحدث أو بشخصي بتعرف. لا ما عملناش إشي، بس بتعرفي جولييت شبه حد أنا بعرف. تشبه ستها للي مزبوط. أنا فعلا اليوم خفت عليها أنها تدخل العزل. مؤيد تقريبا كان عايش هنا، كانت تصرفاته كتير حادة لدرجة أنه كان يراجع الدواء لرفضه فكرة أنه هو مريض، وكان مستعد أنه يأذي حاله بحبل أو بأي أداة. بس مع الوقت تحسنت حالته ووصل لمرحلة كتير متقدمة بالعلاج، ولما طلع من العزل اختلط بالناس والطبيعة، رجع اختلف. ليش؟ ما تأقلم مع الموقع، عنده فوبيا من البحر وبخاف من الضوء كمان، كان دايما يطلب منا نخفف، عنده احساس انه ممكن يغرق بالضوء. دكتور طارق. اهلا، انا سيف الصحفي، هاي زميلتي يارا. اهلا وسهلا. اهلا. بالليل احنا عندنا اجتماع. تفضل. شكرا. شفت كيف هجموا عليها؟ منعوها تحكي، كان في خوف جوا عيونها، كان في اشي بدها تحكي لي اياه، بس هم ما خلوها. انا هلأ عرفت ليش الحراسة مشددة بهذا المكان، اذا اقل واحد قتل حبيبته لانه بيغار عليها، والثاني كهربت المسرح كسرت لنا الكاميرا. ستين شهر ستين، ما بعرف شو ممكن يكون. اسمعي، واحنا جايين كان في طريق غريب، وكان في قدامه باب حديد، ممكن هناك يكون قسم العزل. بهذا المكان كل شيء ممكن، أصلاً أنا حاسة حالي كأني بالسجن. إحنا تقريباً شفنا كل المرضى وما شفنا تميم. تميم أكيد راح يكون هناك، في إشي بآخر هذا الطريق، أنا متأكد. دائماً بتحكي لي على تميم، بس ولا مرة حكيت لي على جاد. جاد كيف كان؟ جاد كان بيرسم حلو، أحسن مني. توأم كيان منفصل عن الجسم، تحسي إنه الجسد بس هو المفصول، بس الروح واحدة، تحسي إنه جزء منك بيتحرك وبعيش بمكان تاني، مرات بتعيش إيش اللحظة مرتين، شعور غريب. يعني مرات كنت بحس إني أنا بزعل، بعرفش ليش، بعدين بعرف إنه جات هو اللي زعلان. بتحسي بنبضة قلبه قبل قلبك. هذا دليل على إنه وقف المطر.
شو بدك تعمل؟ تعالي معي.